السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. حضرتك قلت انا اشتريت موتوسيكل وملهوش ورق، فدلوقتي انا لما سالت لقيت ان الموضوع فيه حرمانيه وكده، فالراجل اللي جيت اشتريت منه الموتوسيكل مش راضي يردهولي، فانا اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص، ماذا تصنع؟ تم البلاء. يعني اضغط قدر استطاعتك على من باع لك حتى يأتيك بالورق، لأنه ممكن يكون مسروق.